سلمة رضي الله عنها لما رأت أن الصحابة لم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمر في أنفسهم أنهم جوا إلى مكة من المدينة ويريدون العمرة، وكان الاتفاق مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع هو أصحابه ويعتمرون في العام المقبل، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا رؤوسهم، ما أحد تمر. فقالت أم سلمة وأشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن احلق رأسك، فإذا رأك الصحابة قد حلقت أنت رأسك امتثلوا لأمرك. فحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فيقول لك من شدة يعني غضب الصحابة هم يحلقون رؤوسهم لبعض، يعني كان بعضهم يجرح بعض من شدة الحلق رضي الله عنه. فيعني مشورتها للنبي صلى الله عليه وسلم حلت يعني موضوع كان يريد أن يصبح فيه يعني خلاف بين الصحابة. وهذا يعطينا درس في المشورة يا عبد الله، يا سلام، أنك تقبل المشورة غير أنك تقبل المشورة. أحيانا يعني مجموعة مثلا يقعون في مشكلة فيكون منهم شخص حكيم ويسكت، فتقول له طيب ليش ما تكلمت؟ تقول ما حد طلب مني. لا، في هذا الموضع يجب أن تقدم مشورتك. أنك عارف أم سلمة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين كانت ذات رأي سديد وحكمة، وسبحان الله بسببها الله عز وجل. تدري أنه لها كمان يعني فضل في مكة أو لمنزلها. في اتصال؟ في اتصال. طيب فيه مشكلة أيضا، ضغط الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى قال عن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم سلمة. سبحان الله، أسري به من بيت أم سلمة. وهذا بعض العلماء ذكروا دليل أن مكة كلها حرم، وأن بيت أم سلمة لم يكن في أرضية المسجد بالتحديد، فالله سبحانه وتعالى سمى المكان المسجد الحرام، وهو أسري به من بيت أم سلمة. أم سلمة هذا منقبة يعني صراحة لها، أنه النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى القدس أو البيت المسجد الأقصى الذي عرج منه به إلى السماء من بيت أم سلمة. العجيب أن هذه حادثة الإسراء يعني في وقتها لم تكن تدخل العقل. صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري إليه وركب البراق. أيوة، في ليلة واحدة ذهب وعاد. فلما بدأ يتكلم كفار قريش و جاءوا إلى أبو بكر الصديق يعني يقولون له اسمع ماذا يقول صاحبك. قال ماذا قال؟ هم يبغون يورون أن أبو بكر الصديق شف صاحبك أنه يكذب، حاشاه صلى الله عليه وسلم، أو أنه قاعد يقول كلام لا يعقل. فلما قال أبو بكر ماذا قال؟ قال إنه يقول أنه أسري به في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم فقال أبو بكر الصديق قال إن كان قد قال فقد صدق. الله، شوف كيف يعني مسلم تسليم تام ويثق بالنبي صلى الله صاحبه عليه وسلم. لذلك سمي أبو بكر الصديق، سمي بالصديق لتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يتثبت ولم يرجع لأنه يثق أن النبي صلى الله عليه وسلم دام أنه قال فقد صدق. نعم.